المواجهة الإرهابية، وحضرتك تعرف وحضرتك يعني دايما بتعلمنا هذا الكلام إنه ألف ب مواجهة إرهاب هو معلومات. تفضل تفضل ست رامين. يعني صحيح، بس هو يعني الحقيقة النهاردة مش في يعني مش في مجال إلقاء اللوم على الأجهزة الأمنية بأن وجود قصور أمني، لأن يعني برضو هناك الحقيقة حقائق ثابتة، وهي عدم تمكن أي جهاز أمني حتى لو كان الفرنسي أو التونسي الشقيق أو في الكويت، في الكويت تعمل حالة من حالات الأمن 100% دي، هذه المعدة غير موجودة على الأرض. صح يعني صح صح. يعني يعني يمكن كنت بتابع الجزء الأخير من إجابة الضيف العزيز من تونس، وهو الخاص بتركيب كاميرات على الشواطئ أو مراقبتها إلكترونيا. طبعا يعني مسألة فيها من الصعوبة الكثير، يعني لكن لو هو حاسس فعلا أن هناك قصور معلوماتي في جمع المعلومات حوالين أماكن مستهدفة أو مشتبه فيهم أو ناس بيهددوا الداخل التونسي، يعني أعتقد أن الأمن التونسي هيشتغل عليه في الفترة القادمة. لكن إحنا في موجة حقيقة يعني قادرة أنها تلاقي الثغرات اللي تدخل منها، يعني في أي دولة بقى، يعني كل دولة لها مسرح عمليات مختلف عن الدولة الأخرى. هذه الموجة الإرهابية العاتية تستطيع أن تلتقط نقاط ضعف أو نقاط نفاذ تقدر تدخل بيه نفذ عملياتها، وده يمكن اللي يعني يورينا التباين حتى الشديد في الأهداف ما بين فرنسا في مصنع وما بين الكويت في مسجد للصلاة. فالحقيقة يعني احنا قدام هجمة كبيرة ما بتستثنيش حد، في تنويع شديد في الأهداف، في يعني مسرح عمليات مختلف في كل منطقة، في ضرب بقوة على يعني أعصاب المواطنين في هذه الدول، إن كان في تونس بيشتغل على نشاط سياحي وعلى زوارها الأجانب.